السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله دي آخر محاضرة في الجزء بتاع الهندسة الإلكترونية، مبادئ الهندسة الإلكترونية. أنا لغيت جزء كبير محتاج قعدة مع بعض فيس تو فيس عشان تسأل، فأنا لغيت جزء كبير وأقولك عليه في آخر المحاضرة إن شاء الله. هنتكلم النهاردة عن زينر أبليكيشن. الزينر أبليكيشنز، وهتكلم عن تطبيق واحد بس منه اللي هو الزينر. زينر ليمتر، الزينر ليمتر من صفحة كام؟ 83. احنا قلنا قبل كده ان الزينر ده يبدأ رمزه، تمام؟ ده الانود بتاعي اللي هو الطرف الموجب كسود الطرف السالب، بيبقى ليه قيمة اسمها الفي زد. ده قيمة مميزة ليه، تبقى مدهاني داتا شيت او بيقول لي عليها ده في حتة في الريفرس ريجن. طب في الفورورد ريجون بيبقى ليه قيمه اسمها الفي دايود، اللي هي البلت ان بوتنشال، اللي هي في الفورورد ريجون بتبقى دايما 7/10. انا بتكلم على سيليكون زينر دايود. طيب اما احط دايره عاديه خالص اهي، وادي زينر دايود في دايره وعايز الفي اوت، وادي الانبوت بتاعي، وادي هرسم الاوتبوت، تمام؟ لازم يقول لي يديني معلومات، يقول ان الفيز بتاعه كام. هيقول لي مثلا الفيز بتاعه مثلا ب3.6 فولت. الفيز بكام؟ 3.6 فولت. دي ار الانبوت بتاعي بكام؟ قال لي مثلا 10 وناقص 10. قبل كده كنت بقول ايه، في نص الموجه الموجه والدايت فورورد والريفرس يبقى شغال ولا مش شغال، نص الموجه السالب وهكذا. هنا بقى هيبقى في نص الموجه الموجب مثلا موجب سالب، الدايود ده ريفرس ولا فورورد؟ ريفرس. الدايود ده هيبقى اوبن سيركت طالما الجهد العكسي اقل من الفي زد، صح؟ ونوصل للفي زد هيثبت، يبقى البطاريه عباره عن قيمتها عن الفي زد، فلازم اقارن الجهد العكسي بقيمه الفي زد. الفي زد ده 3.6. ده الانبوت وده قيمه الفي زد. لو الانبوت اقل من في زد الدايود ده اوبن سيركت، خارجه بتاعه كام؟ معرفش. في المنطقه دي والمنطقه دي الانبوت عكسي او الدايود عكسي، لكن الانبوت اقل من في زد او الجهد اللي على الدايود اقل من في زد، فالدايود اوبن سيركت. يبقى الدايود اوبن سيركت او في المنطقه دي الدايود اوبن سيركت. هلاقي ايه؟ هلاقي الاوتبوت هو الانبوت، الاوتبوت هو الانبوت، تمام؟ في المنطقه الصغيره دي الاوتبوت هو الانبوت اهو. طيب لو الانبوت او الجهد العكس اللي على الدايود في الحاله دي عكس اهو، الموجب مع السالب والسالب مع الموجب، في الانبوت اللي هو الجهد العكسي اكبر من في زد الدايود هيبقى ريفرس بايزد، والانبوت والجهد اللي عليه اكبر من في زد يبقى عباره عن بطاريه قيمتها الفي زد، موجب البطاريه مع الكاثود مع سالب الدايود، سالب البطاريه مع موجب الدايود اهو، وده قيمه الفي اوت. يطلع كام؟ 3.6 اهو، 3.6. نص الموجة السالب، نص الموجة السالب اللي هو ده، هلاقي سالب موجب، الدايود هيبقى فورورد، الدايود فورورد، صح؟ وده براكتيكال دايود، ده أصعب حاجة. لو اتكلم عن ايديال دايود هيبقى سلكة، سلكة ايديال يبقى سلكة أهو، يبقى الأوت بكام؟ بصفر. لو بتكلم عن براكتيكال هيبقى بطارية قيمتها كام؟ 7/10، السالب بتاعها مع سالب الدايود، الموجب بتاعها مع موجب الدايود اهو 7/10. دول فورورد والاثنين دول ريفرس، خد بالك، تمام؟ يبقى انا بتكلم على براكتيكال دايود. لو بتكلم انه ايديال يبقى صفر، نص الموجة السالب هيكون صفر، لان خارج لان ده عبارة عن سلكه اهو، في نص الموجه السالب هيبقى فورورد باي السلكه، يبقى دي او بصفر. لو بتكلم على براكتيكال يبقى قيمته كام؟ 7/10 بالسالب، طبعا سالب 7/10. طب الشيفت الصغير جه منين؟ واخد بالك الشيفت الصغير ده؟ انا اصلا المفروض اعمل ايه؟ اقارن الانبوت اللي هو اللي خلى الدايت فورورد بسبب كام؟ 7/10، تمام؟ لو الجهد اللي على الدايت اقل من 7/10 الدايت اوبن سيركت، وبالتالي خارج هو الداخل، تمام؟ لو الانبوت او الجهد اللي على الدايود اكبر من 7/10 الدايود هيبقى
فورورد بايز عباره عن بطاريه قيمتها 7 من 10. لو الجهد العكسي اقل من 7 من 10 الدايود اوبن سيركت فالخارج هو الداخل. بس ادي الخارج. ده صفحه الكتاب صفحه 83 زي ما قلت لك، صفحه 83. الدائره الثانيه الدائره دي نفسها بالظبط بس قلب الدايت، غير القيم، غير القيم مثلا 5.7 من 10، وده الفي اوت وادي المقاوم وده الانبوت. ايه رايك نسمي الاوتبوت؟ ممكن ممكن ده التايم ده الفي انبوت. هرسم انبوت على الاوتبوت، هرسم انبوت بالرصاص وارسم انبوت على الاوتبوت. ادي الانبوت قيمته كام وليكن 10 وناقص 10 وادي الصفر. نص الموجة الموجب اللي هو ده موجب سالب الدايت فورورد. طيب الضيق ده مش هيمر تيار الا لما يكون الجهد اللي عليه اكبر من 7 من 10. لو قال من 7 من 10 اهو ادي 7 من 10 اكبر من 7 من 10 ده هيبقى عباره عن بطاريه قيمتها كام؟ 7 من 10 اهو. لما يكون الانبوت اكبر من 7 من 10 هيبقى الدايره عامله كده قيمته كام؟ 7 من 10. موجب البطاريه مع موجب الدايود، سالب البطاريه مع سالب الدايود. انا بتكلم على فورورد ريجون. يبقى لو الانبوت اكبر من 7 من 10 الاوت بكام؟ 7 من 10. لو الانبوت اقل هيبقى الدايود اوبن سيركت، يبقى الخارج هو الدخل اهو. تمام. تاني لو بتكلم على الفورورد بايسنج الفورورد ريجن، الجهد الموجب ده خلى الدايود فورورد. لو الانبوت اقل من 7 من 10 الدايود ده اوبن سيركت مش شغال، وبالتالي خارج الفي اوت اهو، خارج هو الدخل. هنا الانبوت أقل من 7 من 10. هنا أهو الإنبوت أكبر من أو يساوي 7 من 10. الاتنين دول فين حتة؟ في الفورورد. في الفورورد ريجن. طيب نص الموجة السالب هيخلي السالب فوق وموجب تحت. سالب فوق وموجب نص الموجة السالب. ده الطريقة مش كده. هيبقى ده ريفرس بايست. صح؟ لو الإنبوت هقارنه بكام؟ بال 5.7 من 10 اللي هو الريفرس فولتج أو الزينر فولتج آسف. قادر 5.7 من 10. تمام؟ لو الجهد العكسي متوصل على الدايود اقل من 5.7 من 10 في المنطقه دي كده الدايود مش شغال اوبن سيركت، فالخارج هو الداخل. اوبن سيركت فالخارج هو الداخل. لو الانبوت العكسي اكبر من 5.7 من 10 الدايود هيشتغل اللي هو زين الريجون بقى، هيشتغل ويخلي الجهد كام؟ 5.7 من 10. بس ده بس طبعا خلاص كده الخارج بتاعه يبقى الداخل كده 10 وناقص 10 10 وناقص 10 هيطلع خارج عامل كده. تمام. هنا 7 من 10 هنا اهو 5.7 من 10. تمام. نفس الفكره بالظبط لو عملت اتنين دايود باك تو باك. اتنين دايود باك تو باك صفحه 3 محاضرة 13. اتنين دايود باك تو باك الرسمة دي. الرسمة هتطول شوية معانا لأنها اتنين دايود وش في وش. ده دايود ودي دايود. دي اتنين طبعا دي دايود. في الكتاب عندك عاملها رموز هنعملها قيم. مثلا ده 3.7 من 10 بتاعه وده 5.4 من 10. حلو. ده بتكلم على الفي زد وهنا الفي اوت. هنا هو كده الفي اوت الفي انبوت اهو الفي انبوت اهو برضه عامل برصاص وارسم فوقه الاوت. ده التايم ده الفي انبوت. هقول ان الانبوت بتاعي 10 وناقص 10 10 وناقص 10. نص الموجة الموجب، الموجب فوق والسالب تحت. الدايود ده فورورد الدايود ده ريفرس. الدايود ده فورورد والدايود ده ريفرس. هعتبر جدلا افترض جدلا ولا بلاش نتكلم على طول؟ ماشي.
هقول النص الموجب الموجب ده هيبقى فورورد امتى؟ اما الجهد اكبر 7 من 10. طيب لو الجهد 7 من 10 ده ريفيرس، طب ده شغال؟ لا، وبالتالي ده الاوبن سيرك، فخارج هو الداخل. بص كده الدايود ده هو الموجود بس، تخيل الدايود ده هو الموجود بس، فلو الانبوت الفورورد عليه اقل من 7 من 10 الدايود مش شغال، فاوبن سيرك اكبر من 7 من 10 الدايود المفروض يشتغل صح. طب ده اللي معاه في نفس السلكه في نفس المسار، ده مش هيشتغل الا لما يكون الانبوت اكبر من كام؟ من 5 و4 من 10. قبل القيمه دي الدايود ريفيرس واوبن سيركت. فطالما في الاثنين دول توالي مع بعض الفرع ده مش هيبقى اون الا لما يكون الجهد العكس بيوصل على الدايود ده اكبر من 5 و4 من 10، فهقارن بكام؟ ب 5 و4 من 10. تاني دول فرعين توالي مع بعض اهو، لو ده اون او ده اون الاوتبوت هو الانبوت، خلصت. مش دول فرعين توالي مع بعض، حتتين توالي مع بعض، لو واحد فيهم مش شغال يعني اوبن سيركت هنا مفيش تيار، فبالتالي خارج هو الداخل. متفقين؟ متفقين. في نص الموجب الموجب موجب سالب التيار هيمشي كده، او المفروض لو في تيار هيمشي كده، لو في تيار هيمشي كده، لو في تيار هيمشي كده، ده لو. فده فورورد مش هيشتغل الا لما يكون الجهد اكبر من 7 من 10، فقبل 7 من 10 ده اوبن سيركت، فالخارج هو الداخل، ما اختلفناش. بعد 7 من 10 ده شغال، طب ده شغال؟ لا، ده ريفيرس، وعشان يشتغل لازم الجهد العكسي يكون اكبر من 5 و4 من 10. فكده او كده الفرع ده مش هيشتغل، مش هيبقى اون الا لما ده يبقى اون، ده هيبقى اون بدري قوي عن 7 من 10 ده فورورد، ده هيبقى اون لانه عكسي، مش هيبقى اون لما يكون الجهد اللي عليه اكبر من 5 و4 من 10. فهقارن ب 5 و4 من 10، قبل 5 و4 من 10 ده اوف مش شغال اوبن سيركت، وبالتالي خارج هو الدخل اهو. بعد 5 و4 من 10 ده اصلا شغال وده شغال، ده عباره عن ايه؟ بطاريه، وده عباره عن بطاريه، ده عامل كده بطاريه الفورورد موجب مع الموجب وسالب مع السالب، بطاريه الريفيرس موجب مع السالب سالب مع الموجب. ايه اللخبطه دي؟ تاني الاثنين زينر صح، بس واحد فيهم فورورد والتاني ريفيرس، ده فورورد وده ريفيرس. الفورورد الموديل بتاعه بطاريه عاديه خالص 7 من 10، الموجب بتاعها مع موجب الدايود والسالب بتاعها مع سالب الدايود. الريفيرس بايس عبارة عن بطارية برضو بس الموجب بتاعها مع سالب الدايود 5 و4 من 10. يبقى الجهد ده كام؟ تمام، هيبقى الجهد هنا كام؟ الاوتبوت 5 6 و1 من 10، هيطلع خارج بتاعي كده. ده كام يا باشا؟ 6 و1 من 10 اللي هي كام دي؟ 5 و4 زائد 7 من 10. تمام. نيجي لنص الموجة السالب، نص الموجة السالب سالب مختلف اهو، سالب التيار المفروض المفروض التيار يمشي ازاي؟ يمشي كده، لو في تيار ده، لو في تيار هيبقى ده فورورد، ده هيبقى فورورد. فورورد مش هيمر التيار لما يكون الجهد اللي عليه اكبر من 7 من 10، قبل 7 من 10 اوبن سيركت، وبالتالي الدايره اوبن. بعد 7 من 10 ده ريفيرس، برضه مش هيوصل تيار الا لما يكون ده او الجهد العكس متوصل على دوري ده ريفيرس اكبر من 3.7 من 10. قبل كده اوبن، الاثنين واحد فيهم اوبن، قبل 3.7 من 10 ده اوبن، قبل 7 من 10 ده اوبن، فخارج بكام؟ 3.7 من 10، 3.7 من 10 قبل الجهد ده، ده اوبن او ده اوبن. تمام، ده اوبن او ده اوبن، اسف، قبل 3.7 من 10 ده اوبن، وقبل 7 من 10 ده اوبن، ده الفورورد وده الريفيرس. اما بقى نص الموجه السالب ده هيبقى فورورد وده هيبقى ريفيرس. تمام، بعد 3.7 من 10 الاثنين شغالين، واحد شغال في الريفيرس والثاني شغال في الفورورد. الريفيرس الموديل بتاعه السالب مطرح الموجب، موجب مطرح السالب اهو، ده الريفيرس وده الفورورد، موجب مطرح الموجب وسالب مطرح السالب 7 من 10 وده 3.7 من 10، يطلع الجهد بتاعي ب 4.4 من 10. الجهد بتاعي اهوت سالب 4.4 من 10 اللي هي قيم 3.7 من 10 زائد 7 من 10. 3.7 من 10 زائد 7 من 10 وكده خلصت. يبقى هنا الدايره دي عباره عن اثنين دايود باك تو باك، وش في ظهر في ظهر، يعني وش في وش زي ما بيقولوا، ظهر في ظهر. تمام، دايود اهو نص موجب 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 سالب، هيكون الدايود ده فورورد بايس، المفروض الطريق يمشي كده، وده ريفيرس. الفورورد ده مش هيشتغل الا لما يكون الجهد عليه اكبر من 7 من 10، قبل 7 من 10 اوبن سيركت، فده اوبن
ماشي بعد سنة 10 ده اشتغل بقى فورم شغال، لكن ده اوبن. فبالتالي في الحالتين دول هيبقى ده دايره عامه كده اوبن اهي، ده كل اوبن، فالخارج هو الداخل. ده ما فيهاش تيار، اوبن سيركت، فالخارج هو الداخل، الخارج هو الداخل. طيب اما اوصل لخمسة اربعة من عشرة، اما اوصل لخمسة اربعة من عشرة هيبقى فارق الجهد كام؟ صفر، فده مش هيشتغل، ده اللي هيشتغل بس. اما اوصل لستة واحد من عشرة هيكون ده عليه دروب سبعة من عشرة وده عليه دروب، تمام؟ خمسة واربعة من عشرة الاتنين هيشتغل، يبقى اون، يبقى عبارة عن بطاريتين توالي مع بعض. دي بطارية، ده فورورد بطاريته موجب مع الموجب وسالب مع السالب، ده ريفيرس موجب مع السالب وسالب مع الموجب، يطلع خارج كام؟ مجموعهم ستة واحد من عشرة. طيب اللي ما فهمش يفهم السالب، نص موجة سالب سالب موجة، المفروض دي مش كده، هيبقى ده فورورد وده ريفيرس، ده قبل سبعة من عشرة ده مش شغال، بعد سبعة من عشرة هيبدأ ده يشتغل، لكن ده مش هيشتغل، ده اوبن سيركت، فلازم الجهد يوصل لتلاتة سبعة من عشرة. لو الدروب هي ستة سبعة من عشرة بالظبط ده هيشتغل، ده مش هيشتغل اصلا، ده عاوز فرق جهد كام؟ سبعة من عشرة. فهو ما وصل لأربعة وأربعة من عشرة الاتنين دول هيشتغل، ده هيبقى عليه دروب سبعة من عشرة فيشتغل، وده عليه دروب تلاتة سبعة من عشرة فهيشتغل، يوصل لكام؟ لأربعة وأربعة من عشرة. اما اجي ارسم موديل الدايره دي، ادي فيهم فورورد ادي فيهم الريفيرس، ده فورورد في نص الموجه السالب، يعني انا بطاريه الموجب بتاعها مع الموجب والسالب بتاعها مع السالب، وده ريفيرس البطاريه بتاعته الموجب بتاعها مع السالب والسالب مع الموجب. خلي بالك بقى، ده بتاع فورورد في الحاله دي، فورورد ده فورورد في الحاله دي، ريفيرس وده ريفيرس، ده في نص الموجه البوزيتيف وده في نص الموجه النيجاتيف، البوزيتيف هاف سايكل وده النيجاتيف هاف سايكل، تمام؟ تمام كده ان شاء الله انا خلصت الجزء بتاعي، وابلغ مهندسه مي تشتغل معاك في المثال اللي شرحتها. بس شطر الزينر اتشرح فيه من صفحه، شطر الزينر اللي هو شطر 3 اتشرح فيه من صفحه اللي هو اول الشطر، تسعة وستين لحد 74، لحد صفحة 74 ده شابتر الزينر، وتشرح منه كمان اخر جزء خالص لو الابليكيشنز بتاع زينر دايود اللي هي زينر ابليكيشن، صفحة شرح فيه جزء كمان بتاع زينر ابليكيشن هو صفحة بسم الله اللي هي زينر ليمتر من صفحة 83 لحد صفحة 84. طيب شطر قبل كده اتشرح كله ما عدا جزء بسيط خالص اللي هو الجرافيكال كاركترستيك، صفحة 67 ما اتشرحش، صفحة 67 68 ما اتشرحش الشطر اللي فات، 67 68 ما اتشرحوش، والجزء بتاع صفحة الجزء بتاع الريجوليتور اللي هو بسم الله صفحة 55 ما تشرحش. يبقى فولتج ريجوليتور ده صفحة 54 و55 ما تشرحش، تمام؟ بس وبقى وجزء بتاع الداتا شيت في الاخر اللي هو الجرافيكال كاركترستيك ما تشرحش، بقى الكتاب كله ان شاء الله اتشرح، بقى الكتاب كله ان شاء الله اتشرح. شكرا، كل سنه وانتم طيبين.